السلام عليكم. اول حاجه بعدا كاين نقول واحد النقطه اللي مهمه اللي حسنا ان المغرب اليوم اول نوبه كنحسوا بفريق المنتخب الوطني انه عنده دم قتاليه، حيتاش فرقه كامله متكامله مدربها وطني وعندنا الطاقم التقني وطني. تشكر القجع على هذه الفرصه اللي عطى لافوكا ديالنا، حيتاش لافوكا ديالنا. اليوم الشعب المغربي كله فرحان وبغى يقول المنتخب الوطني والمدرب الركراكي الله يخليكم ديما لينا، وان شاء الله ديما غادي نربحوا، ديما غادي نطلعوا الفوق حتى نجيبوا الكاس. اليوم لعبه كانوا رجال وديما مغرب، واخا كان واحد الضغط على صبري وضغطت علينا بزاف، ولكن المغرب لعباس. تبارك الله على وليداتنا وتبارك الله على المغرب، وديما العصوص مراكش بنينوس. كنبغي نشكر الجمهور كامل اللي ساند هذا المنتخب هذا اللي يقدر يسال هذه المسانده، وكنبغيو نشكروا الطاقم التقني واللعابه كاملين على المجهودات ديالهم. والماتش كان شويه صعيب ولكن اللعابه عرفوا كيفاش يجريوا الماتش وديما مغرب. مومات الفرحه كملات الكبيره الحمد لله، وربي ما خيبنا شيء، فضل الله والجمهور واللعابه ديالنا، وكنحبوا الملك ديالو وكنحبوا الجمهور الاسود الاطلس، وتحيه للمغرب والله ينصر سيدنا والله ينصرهم ونزيد المدد. الصراحه كانت مباراه قويه بزاف اللي انتهت بفوز المغرب. المغرب حمرنا وجهنا وديما مغرب ديما مغرب. كنشكر ولاد بلادي المغاربه الله يحييهم، وان شاء الله عقبه اليوم الماتش المازي ديما المغرب، وعسى الملك عسى الملك عسى الملك. كنشكروا المغرب وديما مغرب، وعاش محمد السادس وديما مغرب. كنشكر المغرب وديما مغرب وديما صافيري ديما